انا مش حرضخ لا لوصاية من المحكمة الدولية ولا لأي وصاية اخرى. نحن بجلسة بالتضامن مع الاعلام بلبنان. عم يستغلوا اللي صار مع الاخبار والجديد ليجعلوا كل وسائل الاعلام انها تمتنع عن المعارضة. المحكمة الدولية بعلمي هي موجودة لتحاكم قتلة الشهيد رفيق الحريري، مش موجودة لحتى تحاكم جسم الصحابة. ونتابع مشاهدينا حلقة الليلة من الأسبوع في ساعة، لأستقبل في الجزء الثاني من هذه الحلقة المحامي رشاد سلامي ونقيب المحررين ليسعون. مساء الخير استاذ رشاد. مساء الخير نقيب، أهلا وسهلا فيك. بالطبع سنتحدث معكم عن 13 أيار، عن حرية الإعلام، عن ما تقوله استاذ رشاد أنه في مواجهة بين الإعلام والمحكمة الدولية في هذا النهار بالذات ب 13 أيار. ولكن قبل أن أدخل معكما في هذه النقاش سأنتقل مباشرة إلى لاهاي وعبر الهاتف مع نائبة رئيس مجلس إدارة قناة الجديد الأنسة كرمة خياط، يلي وصلت منذ قليل إلى لاهاي. كرمة خياط مساء الخير، بدي أقول لك أهلا وسهلا فيك ولكن ببيتك، يعني أهلا وسهلا فيك بالأسبوع في ساعة. وصلت منذ لا فكرت لهاي بيتي يا جورج. لا عم بقول لك عن البرنامج. لا بمسيك ومسي ضيوفك. يا اهلا وسهلا فيك. طبعا طالما قلتي عن لهاي خليني بلش من هون. السؤال الاساسي انه لماذا اختارت كرمة خياط ان تواجه في لهاي بالوقت اللي فيه كان خيار الظهور عبر نظام المؤتمرات المتلفز من بيروت؟ جورج نحن ما عنا شيء نخاف منه وما عنا شيء نخبيه، واخترنا أن نواجه المحكمة الدولية ببيتها وبقوانينا وحنواجه، يعني نحن خايبين معركة لنواجه الدولة اليوم مستسلمة، الدولة اليوم قررت أن تبيع حالها للمحكمة الدولية، ما مسترجية تاخد قرار مثل بأيام الوصاية السورية، ما كان في حدا كان يسترجي ياخد قرار، كان قناة الجديد توقف. اليوم نحن حنواجه بالقانون، نحن لا ما عنا خطأ مهني 1%، ولذلك نحن حنربح. اليوم بعد 10 سنين من عمل لجان التحقيق الدولية، بعد 3 سنوات من عمل المحكمة، بعد صدور قرارات وعقد جلسات وإلى آخره، اليوم ستكون كرمة خياط أول شخص يمثل وجاهيا أمام المحكمة الدولية بلاهاي كمتهمة. ستكونين أول متهمة تدخل المحكمة الدولية. أي هيدي هي من موقعك الإعلامي والصحافي، ورح تدخلي كمتهمة إلى محكمة من المفترض أن تكون أنشئت لكي تحاكم متهمين بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. لما بتستعرضي هذه الوقائع وهذا الشريط ماذا يكون انطباعك؟ هلا ماذا يكون انطباع الناس؟ مش بس انطباعي، هذا يعني هذا مهين للمحكمة الدولية، للقوانين الدولية. نحن اليوم مش عم ندافع عن حالنا كقناة جديد. اليوم هذا الدفاع اللي عم نعمله والتكاليف اللي عم نتكلف فيها هو لجسم الصحافي ككل بلبنان وبالعالم. بكرة بتصير في سوابق من خلال هذه المحاكمات ليقدروا يفكتوا أي وسيلة إعلام بدها تقوم بتحقيق صحفي مهني استقصائي. نحن يعني إذا المحكمة جاية أيام خايفة ما يتم عرض أدلة وأخطاء ومستندات جديدة تدل على أخطائها، هذا منا مشكلتي. نحن ما في شيء حيوقفنا لا اليوم ولا بكرة ولا بعدين، ولكن إذا المحكمة على خطأ بتفش خلقها بجسم الصحافة بلبنان، لا هذا منه مقبول. كمان على كل الأحوال نحن اليوم موجودين كرمال ما نفتح باب للمحكمة تقوم بدور إسكات الجسم الصحافي. هو كل الهدف، الهدف اللي عم يحصل اليوم هو كي ترهب الصحافة اللبنانية وبالعالم، حتى بالمحاكمات الجاية ولا جلسات المقبلة، بالجلسات المقبلة أو في أي دليل أو شهود زور مقبلين أو إلى آخره، كي لا يتكلم أحد عن هذا الموضوع. ولكن اليوم واضح بعدين نعم. إذا نحن بس بدي أقول شغلي جورج، إذا نحن فعلا أزينا الشهود أو نحن أسأنا بسير العدالة، ما عم بفهم أنا اليوم الشهود بلبنان، اليوم الشهود اللي موجودين عم تروح المحكمة اللي عندهم عم تقول لهم أنت بكون تجوا تمثلوا أمام المحكمة الدولية، في منهم عم بيقولوا نحن مش مقتنعين بالمحكمة، بس يقولوا لو نحن مش مقتنعين بالمحكمة أو نحن ما بدنا نروح على لهاي، بتقول لهم أنتوا إذا ما بتجوا
انتوا تحت البند 60 اللي نحن اليوم عم نتحاكم فيه، كمان الشهود شهود ابرياء ما عملوا شيء، اذا ما بدهم يروحوا يمثلوا امام المحكمه ولجنه التحقيق اخذوا شهاداتهم كمان يحاكموا ويلاحقوا بسجن 7 سنوات. نعم بسجن 7 سنوات. نعم. فكيف نحن بنكون اسأنا بسير العداله اذا هي عم تستخدم الترغيب عندها وسائل يعني تحت طبعا القانون اللي هي اقرته على قياسها تقدر هي وعدلته يعني عده مرات هاي الماده 60 وخيطته. نعم. واللي بدك اياه. بهالإطار هيدا مارتن يوسف الناطق باسم المحكمة الدولية يقول في حديث في صحيفة الحياة اليوم أنه هدفنا اتخاذ الإجراءات لحماية الشهود وليس إسكات الإعلام، وبيعطي مثل أنه الجديد والأخبار وغير من وسائل الإعلام الأجنبية سبق ونشروا مواد تعتبر سرية عن المحكمة ومنها الحقيقة ليكس، يسمي الحقيقة ليكس، ولم تتم ملاحقة لا الجديد ولا الأخبار إزاء هذا النشر، ولكن بهالحالة المحكمة بتعتبر في تهديد لحياة الشهود، هكذا لم يقول. لم تتم ملاحقة أحد لأنه ما كان عندهم الجرأة أنه يلاحقوا داتليف ميلس وجيرهارد ليمن اللي كانوا عم بيقبضوا الرشاوى وكانوا هن اللي عم بيقوموا بالتسريبات داخل المحكمة، وهن كانوا عم بيلفقوا شهود الزور، وهن كانوا عم بياخذوا ويجيبوا محمد زهير الصديق من مكان إلى آخر، ما عندهم الجرأة أنه يحاكموا، لأنه إذا بدهم يفتحوا هذا الباب على حالهم باب ينفتح وبيوصل لأكبر روس موجودة بلبنان وخارج لبنان. يقول أيضا مارتن يوسف أنه العقوبة في كل دعاوى تحقير المحكمة تصل في حد الأقصى إلى 7 سنوات سجن أو غرامة 100,000 يورو، لكن يضيف من المستبعد أن يصل الأمر إلى هذا الحد أو 2 معا، ولكن من المستبعد أن يصل الأمر إلى هذا الحد حسب ما بيقول. هل عندك تعليق؟ والله على أنا يعني مارتن يوسف هالأيام صاير عم بيلعب دور المدعي العام، أنا بعلمي هو ناطق باسم المحكمة الدولية بينقل صورة المحكمة الدولية، ولكن نهار بدنا إنه التسريبات لم تأتي من داخل المحكمة الدولية. نحن اليوم بعد ما عنا الأدلة اللي بنيوا على أساسها القرار الاتهامي بحقنا، مارتن يوسف عارف إنه التحقيقات تدل انه ما في تسريبات بقلب المحكمة. اجت ليلى عبد اللطيف خبرتني او انا بصرت بنومي الشهود اللي موجودين. ثانيا نعم. يوم هلا عم يفتي انه لم تصل عقوبتها الى 7 سنين، لا كتر خيره ما تلمسك يجي خلص هو يطلع القرار القرار بحد ذاته يعني نعم. لن تصل كتر، هو مش مفروض اساسا تكون جسم الصحافي عم يتحاكم امام المحكمة الدولية بلبنان، هذا معيب للبنان. هذا مش معيب لانه نحن رح نخوض معركة باسم الصحافة كلها، مش عايزين حدا، ولكن هيدا يعني لبنان منه طالع لبنان منه معود انه يعيش بدون وصاية. كرمة خياط، انا اعتبرت انه اللقاء هلا معك وعبر الهاتف من بعد رحله طويله يعني وبين تغيير عده مطارات والى اخره وصولا الى لهاي رح تكوني تعبانه او رح تكون، ولكن عم شوف انه عزيمتك بعزة يعني انه بعز حماسك يعني بهالاطار، فيبدو انه السؤال بدي اسالك انه هل تشعرين بالقلق ام بقوه المواجهه؟ بفتكر سلف جاوبتيني من خلال نبرتك على هذا السؤال. الو، يبدو انه انقطع الاتصال، بنرجع منعاود الاتصال. اعود للاستاذ رشاد سلامي، يعني حضرتك قلت بتصريح لك انه في مواجهه بين الاعلام والمحكمه الدوليه، برأيك لماذا وصل الأمر إلى هذا الحد؟ يعني إلى حد المواجهة بين الإعلام وبين المحكمة؟ بشكرك أستاذ جورج، عم تذكرني فعلا بكلام يمكن من المفيد أني ردده عندك من منبرك الراقي. أنا باعتبرت أنه الحرية هي قيمة مطلقة وهذا شيء مسلم فيه بطبيعة الحال. العدالة أيضا هي قيمة، وقت اللي بيكون حدا ضد العدالة بيكون خصم لهذه القيمة، وقت الواحد بيكون ضد الحرية بيكون خصم لهذه القيمة، هون العدالة هي عم بتخاصم الحرية بهالمعنى. أنا قلت لك إيه، بس المحكمة بتقلك إنه حرية التعبير ليست مطلقة وهذا الاتهام منه اعتداء على حرية الصحافة بلبنان،
هل مقنع هذا الكلام؟ لا استاذ جورج، اول شيء بدي استفيد من شيء صار بالحديث المهم بينك وبين الأنسة كرمة نحييها، حول انه هيدي الماده 60 مكرر انه القانون عدل، يعني قواعد الاجراءات والاثبات. الحقيقه في افظع من هيك، هيدي الماده ما كانت بالقانون الاساسي للمحكمه يلي اعلن عن انجازه بتاريخ 20 اذار 2009. هيدي الماده 60 مكرر اضيفت بتاريخ 10 تشرين الثاني 2010 وعدلت ب20/2/2013. يعني كان المفروض إذا كان هيدي المادة اللي هلأ هي موضوع الاستدعاء اللي حاصل، نعم، أنه تكون موجودة بالقانون اللي قيل لنا أنه أنجز بالتاريخ اللي ذكرته. أما أنه بعد سنة من هذا القانون يعني على أساس أنه نهائي بيرجع بيصير في تعديل، الحقيقة التعديلات اللي حصلت هي لا تعد ولا تحصى. إذا بدك هيك أذكر لك على سبيل خلينا نذكر برأيك الهدف من هذه التعديلات. لا التعديل الهدف من التعديلات هذا سؤال مهم، أنه أحيانا كان في أمر ما بيخلي المحكمة أنه قالت انه الأنسة كرمة انه فصل على قياس المحكمه، نعم، مقتضى معين ومقتضى ظرفي معين. المحكمه اعتبرت انه ما كان كافي الماده 60 الموجوده اللي هي بتعاقب المحامي او متهم يلي بيسيء السلوك امام المحكمه، لقيت انه بدها تحصن حالها من انتقادات اعتبرت انه هي معرضه لها، وفعلا هي معرضة لها وعرفت هالشي. عملت المادة 60 مكرر، عطيت لحالة حصانات مش موجودة ولا مطر على الإطلاق. بجواب على سؤال على الكلام اللي تفضلت فيه، في شيء أهم من قانون المحكمة الخاصة بلبنان وهو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يلي بيحكي عن الحرية كذا مرة، وهذا يسمو على كل يلي في المادة اللي بيذكر فيها النائب العزيز المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يلي بتحكي عن حصانات مهمة، يعني هي لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها ونشرها بأي وسيلة كانت دون تقيد بحدود جغرافية. فيها النص هذا فوق قانون المحكمة. ليش فوق قانون المحكمة؟ لأنه المادة 30 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بتقول ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله، يعني الاجتهاد بتفسيره. هذه النصوص ملزمة وليست قابلة لأي تعديل أو اجتهاد أو اجتزاء إطلاق أو تحوير أو تحريف إطلاقاً. نعم. طيب. إطلاقاً. رح أرجع ناقش معك أستاذ رشاد سلامة هذه النقطة، ولكن نقيب يعني من أول يوم أنت كنت من أول وأبرز المتضامنين بوجه القمع بوجه الحد من حرية الإعلام وإلى ما هنالك، أيضاً طلبت مجلس قضاء الأعلى، طلبت المسؤولين، طلبت وزير العدل تدخل في موضوع استدعاء الإعلاميين. شفنا النتيجة أن وزير العدل أبدأ استعداده لإلقاء القبض على إبراهيم الأمين وكرمة خياط في حال طلبت منه المحكمة ذلك، وأشرت أن المحكمة الدولية بالنسبة للكثيرين باتت غير نافعة. كنائب محررين وعم تشوف شو عم بيصير، إلى أي مدى برأيك هذه سابقة تهدد الإعلام بجوهر وجوده كإعلام حر، كإعلام مسؤول عن حرية التعبير والرأي ونقل المعلومة وإيصال المعلومة إلى الآخر؟ نحن من شان معلوماتك عم ندافع مش بس عن الإعلام اللبناني بهالموضوع بالذات، اللي عم ندافع عنه هو الإعلام ككل في العالم العربي والعالم الغربي، لأنه نحن كنا على علاقة مع العالم الغربي لما ناخد أخبار من جرائدهم. بقى للأسف المحكمة الدولية ما لقيت غيرنا حتى تأنبه،
بالوقت اللي فيه سوابق، يعني في سوابق بكذا دولة عم بيزيعوا أخبار على كيفون، ما حدا قال لهم وينكم. ليش برأيك؟ ونحن معنيين بالموضوع لأنه نحن عندنا شهيد اسمه رفيق الحريري. نعم. هالمحكمة أقيمت حتى تكشف لنا مين قتل رفيق الحريري. صفت نسيت الموضوع اللي هي اجت لأجله، وصار عندها الإعلام بس. أنا هذا اللي شايفه. وهذا غلط. هذا غلط من المحكمة، وبتأسف على القضاة اللبنانيين اللي هني هنيك في المحكمة ما عم بيتحركوا. مفروض يتحركوا لأنه هني ضماني لإلنا، وإلا لشو راحوا على نعم. طيب الموقف يعني. الموقف الرسمي، يعني الموقف الرسمي الذي له الموقف علاقة الموقف الرسمي حسب المقرينة ما إلى دور الدولة اللبنانية، والأستاذ رشاد بيعرف هالشي لأنه البند السابع تبع الأمم المتحدة المحاولين عليه. بس أنت اليوم كنقيب محررين، يعني نقيب المحررين عادة يعني هو الذي يحمل صوت هذا الجسم ويطالب بحقوقه إلى آخره، إلى أي مدى تشعر بنوع من الإحباط تجاه هذا الأمر بالوقت اللي كان في مناشدات وكان في وقفات تضامنية وكان في جولات على المسؤولين، وبالآخر ما طلع في موقف رسمي يمكن أن يغير شيئا في المعادلة؟ لأنه مش مهتمين بالموضوع، الرسميين مش مهتمين بالموضوع، ولكن كان في أخرى. إيه بس كان في زيارات من قبل لجنة المتابعة، زرتوا مرجعيات ومسؤولين ووزراء ورؤساء وإلى آخره. يعني شو بدي أقول لك، إنه ما عندهم الجرأة حتى يعالجوا هالموضوع. ما بيحبوا هذا، مفروض يعالجوه البعض منهم ولا كلهم، يعني حتى من عمي البعض منهم ما عم نسمي، يعني في البعض انه معنا بس مش قادرين يعملوا شيء. مثل ما قلنا لك في البند السابع، ومعنا محامي قدير بيفهم بالموضوع، انه البند السابع بيعود الله انه خلص. نعم. صفيت انت بالقفص. رح ناقش اكثر معك استاذ رشاد سلامه موضوع الى اي مدى يمكن ان يتحرك الجهه الرسميه اللبنانيه في هذا الاطار، يما خلص ما في شيء ينعمل تجاه البروتوكول الموقع أو الاتفاقية الموقعة أو قانون المحكمة الدولية. أيضا بدي أحكي عن قانون المطبوعات بلبنان وكيفية تعامله مع الصحفيين، وألا يمكن النفاذ منه لكي يتم الإشارة إلى الخصوصية اللبنانية في التعامل مع الجسم الإعلامي والصحافي، ولكن مباشرة بعد هذا الفاصل الإعلاني.